اللي عزانا بصراحة بهذا المصاب الجلل إنه شفنا محبة الناس الفياضة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي جمعت كل الناس على كلمة واحدة الله يرحمه ويحسن إليه. خسارة كبيرة لأن كامل نجمي كان مواكب لأجمل فترات الرياضة السورية، ولهيك كان صوته محفور بوجدان وروح كل الناس اللي مواكبة للرياضة وغير المواكبة للرياضة. وهذا الشيء هو العزاء الحقيقي، لأنه بالنهاية الإنسان لما يروح ما بيترك غير أثر طيب، وهذا الشيء عم تشوفوه بمحبة الناس ومواساتهم وإقبالهم على تعزيته وتعزيتنا فيه. والأخير ما بنقول غير اللي برضي رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. هلا هو بحكم كان شخصية عامة وبيحب الناس والناس بتحبه، فهو كان يشارك دائما لحظاته مع الناس وخاصة المقابلات اللي كان يعملها بالفترة الأخيرة. فبآخر مقابلاته سألوا إنه بيخاف من الموت، قال له المقدم أستاذ كامل بتخاف من الموت بعد ما ركبت الشبكة وقلبك تعبان؟ قال له لا ما بخاف من الموت، أنا بس بتمنى من رب العالمين موت الفجأة لحتى ما أنقطع، لأنه الموت حق ولكل شيء له بداية له نهاية. فكان الله يرحمه فهمان الحياة صح، الله يرحمه ويحسن إليه، ويا رب يضل أثره الطيب بين الناس نرفع رأسنا فيه ونفتخر فيه. خسر الوسط الإعلامي وتحديدا الإعلام الرياضي في مدينة حلب وفي سوريا الزميل كامل نجمة. حقيقة إذا تحدثنا عن صفاته وعن مناقبه المهنية والقيمية والأخلاقية نلاحظ أن الزميل كامل هو متابع، وهو خبرة رياضية وخبرة إعلامية كبيرة، كونه بدأ حياته كلاعب في نادي أهلي حلب وفي منتخب فلسطين، وعمل تدرج في الفئات العمرية للنادي الأهلي، بعد أن انتقل إلى الصحافة الرياضية والموقف الرياضي وصحيفة تشرين، وأيضا كتب في الدوريات العربية. لذلك نلاحظ عندما يتحدث رياضيا الزميل كامل نلاحظ أنه يمتلك مخزونا فكريا رياضيا غنيا، تحديدا في عن الحركة الرياضية في مدينة حلب. بالمناسبة لديه كتاب يؤرخ للحركة الرياضية في مدينة حلب حقيقة، وكان آخر ما يعني حرر هو تقديم برنامج نبض الرياضة على الفضائية السورية، ومن خلال التعامل مع الزميل كامل من خلال إعداد وتقديم هذا البرنامج كان يمتلك المهنية، كان يركز دائما على الجوانب المهنية والرياضية وكل ما يتعلق بالشأن الرياضي في مدينة حلب، فكان حريص على تطوير هذه المهنة، ودائما يحرص أيضا على تطوير أدائه ويتابع في سبيل إغناء حلقته، وبحيث تكون متابعة. وهي كانت حقيقة يعني نبض الرياضة كان متابع من قبل الوسط الرياضي والجمهور الرياضي في مدينة حلب وفي سوريا. رحم الله الزميل كامل نجمة واسكنه في فسيح جنانه، عزاءنا الحار لأهله وذويه. دائما بيني وبين كامل كان في بيصير مناغشات بتحتد احيانا بالكلام، لكن كامل كان دائما قلبه طيب، ببادر بالسلام، بيقول لي بدرانوف، كان هيك دائما يعني ينده باسمي ويبادر بالسلام، قلبه طيب ما بيحمل حقد، محب للجميع، الله يرحمه يا رب. اليوم خسرنا قامة وطنية بامتياز وهو الرياضي والمذيع الإعلامي كامل نجمة، خسرنا رجل طيب عرف في أخلاقه وطيبته بين زملائه وله باع طويل في الرياضة، ومعروف في إخائه ومحبته ووقوفه في جانب زملائه. لن ننسى ابتسامته، لن ننسى أخلاقه، لن ننسى هذا الرجل المقاوم المعروف في أصلته وطيبته، ونقول لك رحلت عنا جسدا ولكن روحك الطيبة فما تزال بين زملائك وأهلك وأحبابك. طبعا حلب افتقدت لأهم إعلامي رياضي أو بالنسبة لسوريا وعلى مستوى الوطن العربي طبعا، لكن غياب زميلنا كامل نجمي راح يترك أثر كتير كبير فينا كإعلاميين رياضي، لأنه كان هو تغريدة الرياضة بالنسبة للإعلاميين الرياضيين، ولتغريدة للرياضة الحلبية أو السورية، وتغريدة نبض الرياضة.